بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع والثلاثون من كتاب أسهل المسالك. رخص مسح الخف في الأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر. رخص مسح خف في الأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز. بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية يعيد بالوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى هبطل. يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى هبطل. الحيض دم خارج ككدرتي. رخص مسح الخف الأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى هبطل. الحيض دم خارج ككدرتي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الرابع والثلاثون من كتاب أسهل المسالك. سهل الله لنا ولكم كل المسالك. في الحديث: من سلك طريقا يطلب فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للإخلاص تطبيق هذا الدين. رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر، يعني أنه يرخص. الرخصة حكم غير إلى سهولة مع بقاء الحكم الأولي. فمن غسل القدم طبعا هذا هو الأصل، ولكن أيضا لو أتى بالبدل وهو المسح على الخفين بشروط الآتي يكون هذا رخصة، معناها تسهيل. الفرق بين العزيمة والرخصة أن العزيمة حكم مقصود لأصله، والرخصة هي حكم ثانوي، معناها بدل عن الأول ولكن مع بقاء الأول. فالتيمم لا يكون هناك وضوء، لأن وقت التيمم لا يمكن أن يفعل الوضوء، لأنه معطي له الإذن العام في التيمم دون الوضوء إذا اشتد الأمر. إذا كان مثلا خاف شديد أذن أو خاف موت، هذا حرام عليه أن يتوضأ. الدرس الرابع والثلاثون هنا رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر، لا يختص بذكور دون الإناث، فهو عام في الرجال والنساء المكلفين وغير المكلفين. في حضر من غير حد أو سفر كذلك، سواء كان في الحضر أو في السفر، من غير حد لوقته الواجب. المهم أنه إذا لبسه بشروطه ولم يأتي مبطل فيمكن أن يمسح عليه ولو شهرا ولو شهرين إذا لم يأتي مانع من ذلك، وسنبين المانع وسنبين الشروط إن شاء الله. بشرط جلد طاهر. يشترط في الخف مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الجلد الطاهر، ما يمكن في هذه بلاستيك ما تسمونه غاغا في موريتانيا، أو حلبس ما بلاستيك بالإنجليزي، معناها هذه الأشياء الأخرى، أو الجلود الصناعية غير من غير البهائم، لا يمكن بها في مذهب مالك، لابد من جلد أصيل وطاهر، لا يمكن بجلد ميتة محال، كمن هذه الجلود المذكاة أو المدعى زكاتها في الغرب أوروبا وأمريكا، فلا يمكن ذلك إلا تأكدنا من زكاتها الشرعية. طاهرين. قد خرز خيط معناها مخاض، فلو كان مثلا مرصقا بما تسمونه كل أو ما تسمونه شمعة، ما يسمى شمعة في العربية، أو يعني أي نشاء، فلا يمكن ذلك، لا يمكن عليه المسألة أن يكون خيط خياطة معتادة. قد خرز يتابع المشي لكعب حرز، يتابع الماشي به المشي، ممكن اللابس له أن يمشي به عاديا طبيعيا، لا يحتاج إلى تحفظ، من كامل لابس عليه عادي يمشي به طبيعي. فإذا كان كبيرا جدا بحيث يجره، هذا لا يمكنه أن يمسح عليه. بكامل الطهارة المائية، لابد أن يكون لبسه ابتداء على طهارة مائية ليست تيمما، وطهارة كاملة، بأن يكون قد توضأ وضوءا كاملا
ليس فيه مانع ولا مبطل، ولبسه بعد ذلك بعد انتهاء الوضوء كاملا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يمسح عليه في المستقبل يمسح عليه. المائية طهارة مائية كاملة بلا ترفه، بأن لا يكون فاعل له لأجل فقط نعومة البدن، لأن يكون لبسه لأجل السنة أو الوقاية من البرد، عنده برودة أعلم أنه لو داوم على الوضوء مباشرة على القدمين يضره ذلك. ولا معصية، لا إذا لبسه أيضا بمعصية، كمن مسافر بمعصية عاقل لوالديه أعوذ بالله، أو طالب يعني تجارة محرمة، أو آبق، أو يعني ذاهب يعني لمحل الأغاني والسفاهات، فلا يمكنه أن يمسح مطلقا على ذلك الخف. ولا معصية، وكذلك أيضا لا غاصب له، فإن كان غاصبا له وسارقا له لا يمكنه المسح عليه. يعود في الوقت لترك الأسفل، يعني أن الخف الواجب منه هو مسح الأعلى، ما ليس بالباطن، ما ليس يلي الأرض، فما يلي الأرض مسحه فقط مندوب. فلذلك قال يعيد في الوقت لترك الأسفل، لأنه ترك مندوبا، لو مسح كل خف إلا ما يلي الأرض منه فقد أتى بالواجب، ولكنه ترك ندبا، فيندب له إذا تذكر أن يمسح على باطن الرجل، لأن الوضوء صحيح فعل الواجب، ويعيد الصلاة هذا. ويقول هنا عن علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الفقه بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. فالفقه نقلي، فعقولكم لا تشغلوها فيها للمجتهدين مطلقا. وكذلك أيضا هناك أشياء للمجتهدين لم يعقلوها كأعداد الصلاة وتوقيتها، فهذه موقوفة لأن ما عندهم خيار في ذلك، هذه موقوف عقلي، والحكمة في ذلك الخضوع للأوامر الإلهية. أما من هو مهلي، يعني قول المجتهد في حقه كقول الله تعالى، ما يمكن أن يتطاول على العلماء. يعيد الوقت لترك الأسفل، وتارك المسح لأعلى أبطل، من ترك الأعلى وتذكر بعد الصلاة فإن صلاته باطلة، ولو ترك الأعلى أيضا وطال الوقت بطلت الوضوء من أصله، فيجب أن يرجع على الوضوء. وهنا نأتي عند الحيض، والحيض أحكامه مهمة جدا، أنبهكم جميعا أن تحضروا أذهانكم لأحكام الحيض ومشاكله اليومية. والنساء المسلمات الآن وقعن في ورطات بسبب هذه الأدوية، بسبب هذه الأدوية الفاسدة التي تضر البدن وتضر الدين، فتؤخر الحيض عن وقته وتقدم عن حيضه. والنساء المسلمات الآن يشتكين إلي من مشارق الأرض ومغاربها بسبب هذه الأدوية التي صارت تؤخر الحيض وتقدمه، وهي الآلات، فهن مساكين مظلومات ظالمات لأنفسهن، والغرب يظلمهن، فما لهن من يرحمهن، ورجالهن يظلمهن بأن لا يوجهن ولا يعلمنهن ولا يسعن لهن في خير، وإنما يسعن لهن في سيارة أو في ملابس، وأعوذ بالله من هؤلاء الرجال، فإنهم ملبوسون بتلبيس إبليس. أدارني الله وإياكم من رجل يسعى لزوجته في سيارة قبل تعليم فرض العين، أو في دار قبل تعليم فرض العين، أو في لباس قبل تعليم فرض العين، فأعوذ بالله من غضب الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما قال اسعوا واشتروا لهم الدور واشتروا لهم السيارة، أتاك فتنة، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم، إذا وجده من حلال وكان ليس فيه إسرافا فليفعل، وإلا فليتق الله تعالى. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.